السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات. دونك اليوم بعدا راه كان عندنا واحد النيتواياج، اليوم إن شاء الله بغينا نشوفوا الوليدات فين وصلوا إلى غير ذلك. راه كانت عندنا لوبيراسيون، راه حاولنا ندير واحد لوبيراسيون ديال النيتواياج، الحمد لله راه الطويرات. هادو راه هما الإناث اللي شديناهم لقحناهم، راه محيدين عليهم الذكور. دونك الباطي الزوان الخص في هذه المرحله ضروري الاخوان بني الانثى كتقرب تبيض الخص بشكل يومي، يعني راه مهمه واحد الاسبوع قبل ما تبيض، يعني دائما الخص باش من تفادوا هذاك المشكل ديال انحسار البيض. واللي عنده الكالسيوم يقدر يزيد الكالسيوم في الشرابه ولا يعطيه لهم في الباطي، راه مفيد جدا باش نتفادوا انحسار البيض. دونك هاد الجوج تلقحوا، كنتسناهم غير يحطوا البيض ان شاء الله باذن الله، يا بخي ندوز الجوج الثانيين. دونك هاد الانثى اللي غادي نهضروا عليها هي انتيوال، يعني اللي كانت مفرخه الوليدات. حاولنا باش نحيدوا لها التغريد ديال الطيور، يعني ما كتسمع لا تغريد لا حتى شي حاجه. الوليدات الحمد لله راه تفطموا، راه ما بقى عندها حتى شي ولد، ورغم ذلك بقى ما حطات حتى بيضه. دونك غير باش يعني كنتمنوا هذه المساله نزيدوا يعني ناكدوها، ولكن حتى نخدموا بجوج اناث ولا ثلاثه الاناث عاد باش نقدروا نعرفوا، اما حاليا ما نقدرش نحكم عليها. المهم لحد الان باقا ما بداتش العش الثاني، يلا غادي نبداو نبريباريوها ان شاء الله العش الثاني. نفس الشيء هذه راه هي راه باقا راتلي الله طلقت عليها الذكر غير البارح لقحها. دونك حتى هي ان شاء الله غادي نبداو نبريباريو فيها نشوفوها واش غادا تبيض هاد المره، ولكن رغم ذلك انها تلقحت اول تلقيحه قبل هاد البيضه، ولكن البيضه راه كبرات وفطمات وهذه مازال ما بيضاتش. يعني باش تعرفوا ان السن او العمر ديال الانثى راه كيلعب دور كبير بحكم ان هذه صغيره في لاج ديالها. كاين هادو راه باقيين، هاد الوليدات باقي شاك فيهم بحال باقيين ما تفطموش، باقيين كياكلوا من عند الام ديالهم. حتى هما راه ما بين اليومين ان شاء الله غادي نحاولوا نخرجوهم من عند الام ديالهم. وحتى هادي هما الوليدات يعني تفطموا، دابا راه الاسبوع الرابع في بالنسبه لهذا، ورغم ذلك يعني الانثى راه باقا ما كنقول كل نهار يعني كنقلب كنقول ربما غطيح شي بيضه ولا لقى شي بيضه ساقطه ما كايناش، ولكن راه لاحظتوا راه حيت العش حيت كل شيء ما خليتهاش تريح في العش كما كينقزوا الوليدات كنحيدها. نفس الشكل ديال هاد الانثى راه باقي هادو كلهم خاص العشاش يتحطوا لهم، وباقي ما بغيتش نحط لهم العشاش. غادي نمشي ان شاء الله نخدم بالجوج بالجوج. دونك هادي راه هو الوليد ديالها حتى هي راه خرجتها واحد راه تا هو كمل. دونك شوفوا الجهات بالنسبه لهاد البارتي الثانيه راكم شتوا يعني هي اللي كنا بدينا في الاخر. بعد الوليدات اللي فطمناها هما الحمد لله راه الوليدات راه هما بخير وعلى خير، يعني راه كتشوفوا الصحه ديالهم راه مزيانه. كاينين هاد الوليدات عمر قريب راه كينوضوا مره مره يتلاحوا من العش، ولكن باقي ما ناضوش. كاينين هاد الوليدات الى لاحظتوهم تما هما هادو يعني راه ناضوا من العش. دونك فحال هاد الحاله هادي غادي نحيدوا لها العش، دابا ما عندوش لا شي يبقى عندها صحيت لها العش باش ما تعاودش تربي. دونك كاينين عاوتاني هاد الوليدات شفتوهم هما هذو الاخوان هما اللي كانوا مرادين بونوار، غير باش ناكد لكم ان البونوار ما كتقتلش الطيور. راه كانوا عندنا جوج عشيشات مرادين بونوار، كان هاد العشيش وكان هاد العشيش، اما راه حتى طير ما ضاع منهم ولله الحمد. كاين هاد العشيش حتى هو هذا راه قرب حتى هو يعني لو هذوك الفيخات. دابا هادو كلهم ان شاء الله غادي نحيدو عليهم، هادي مازال باقي ما لحتش عليها الطير، بحال شويه مصابه في العين ديالها راه بغيتها غير تتصح شويه ان شاء الله ونلوحو على شي تكير. مبغاتش تهبط باش نشوفها، معليش
وكاينين هادو هادو راه شويه قباح راه كيطيروا. او كاين واحد تحت راه ثلاثه شوفي مسمرين راه يلا كانت كتوكل فيهم هما الوليدات. دونك اذا لاحظتوا راه الامور ان شاء الله راه غاده بخير وعلى خير. غير هو المساله اللي بغيت نهضر فيها اليوم هو بخصوص يعني واش يمكن لينا نتحكموا في المده ما بين يعني المده ما بين العش الاول والعش الثاني. هذا هو السؤال ديال اليوم. دونك هذه هي التجربه اللي كنحاول هذا العام نقوم بها. هو يعني راه الاغلبيه ديال الاخوان كتعرفوا يعني كيكونوا الوليدات نديروا في المثال بحال هادو بحال هادو باقيين في العش في العش بحال هكا باقيين ما تلاحوش من العش وتقدر الانثى يعني كتبيض. وهنا مشكل يعني مشكل. علاش؟ ملي كيكون معها الذكر ماشي اشكاليه يعني كتحط عش ثاني الى غير ذلك والانثى راه كتكلف بالبيض وتحضن عليه والذكر كيبقى يطعم الوليدات. ولكن في هذه الحاله اللي انا هنا عندي غير الانثى بوحدها يعني بغينا نتفاداو ان الانثى تبيض يعني بلا ما يلقاها الذكر. دونك نحنا كنحاولوا نطولوا من هذيك المده. كاينه دابا حاليا انثى يعني خمسه الاسابيع وباقا ما بيضاتش وكاينه وحده اربعه الاسابيع وباقا ما بيضاتش. وكيف ما كتعرفوا يعني راه كنقولوا اليوم 26 ولا 27 يوم باقا ما بيضاتش. راه كاينين الاناث اللي كتبيض 20 يوم 22 حتى 24 كاع كتلقاها كملات البيض ديال العش الثاني. وكيكونوا الوليدات يعني كتكمل البيض وكتحضن والوليدات باقيين ما تفطموش لك. وهنا فين عندنا المشكل. دابا هنا الحمد لله راه الوليدات تفطموا والانثى باقا ما بيضاتش. دونك اذا كان فعلا ان لو فات انك تعزل الذكر تبعديه على الانثى وما تبقاش تسمع الصوت ديالو غادي يعطي نتيجه انه باش نزيدو في هذيك المده ما بين العش الاول والعش الثاني راه غيكون احسن. حتى انا صعب بكل صراحه يعني نفضل اوليو غادي نخدم اربعه عشاش نفضل انا يعني ثلاثه العشاش او جوج ويكون المده يعني بعيده ما بين العش الاول والعش الثاني حتى العش الثالث ونستافد احسن. منها الانثى تبقى صحتها بخير وتريكوبيري مزيان، منها الوليدات يتفطموا يعني على خير وبخير غير مع الانثى ديالها، ومنها يبقاو الذكور بعيدين ليا باش نقدر يعني نحفظ التغريد اللي انا باغي نعطيه الطويرات. دونك الا لاحظتوا معايا هنا راه دابا راه ما كتسمعوش شي صوت ديال شي كنار ولا شي حاجه، غير الصوت ديال التاوي هو اللي كاين، لان جميع الطيور يعني مبعدها بزاف على لي فاش. اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.